متابعي مباشر من مصر، اهلا بكم في لايف جديد. موجودين النهارده في احد محلات بيع الدواجن بعد الانخفاض اللي حصل في اسعار الدواجن. يعني الفتره الاخيره كانت ارتفعت اسعار الدواجن بشكل ملحوظ، ولكن بنبشر المواطنين ان بيحصل انخفاض كل يوم. واحنا النهارده موجودين مع صاحب احد المحلات التجاريه لبيع الدواجن علشان نتعرف على الاسعار النهارده وحركه البيع والشراء وصلت لفين. زي ما احنا شايفين الفراخ عاملينها بانيه ووراك وكل الحاجات هنا موجوده، وكمان الفراخ السليمه. اهلا بيك. أهلا. اتكلمنا بقى عن اسعار الفراخ النهارده عامله كام؟ الفراخ وصلت ب 105. الفراخ كانت بكام؟ كانت ب 115 و 120. 115 و 120. اخر مره الكلام ده كان امتى؟ اول امبارح كان 115. اول امبارح. تمام. النهارده بقت 105. النهارده ب 105. حلو. الفراخ دي بقى يعني نوعها ايه؟ الفراخ اللي هي البيضه ب 105. امال الفراخ البلدي بقى والانواع الثانيه بيوصل سعرها لكام؟ البلدي عامل 140، والاحمر عامل 130، اللي هو المزارع 130 برضو. ما عنديش عن كده، ما هو برضه هو بيطلع بدري من دول برضه. جميل. بالنسبه للبانيه بقى اللي سعره كان بينافس الدولار، وصل كام البانيه النهارده؟ البانيه لحد اول امبارح كان 240، امبارح 230، والنهارده 230. الفتره الجايه متوقع ان سعره يقل عن كده، بس هو تم بيبدا ينزل يعني اليومين دولت في 2 جنيه 3 جنيه اليومين دولت، فان شاء الله خير يعني وتنزل تاني ان شاء الله. طيب بالنسبه للاجنحه سعرها كام النهارده؟ الاجنحه وصلت 70 جنيه، اول امبارح كانت ب 80 جنيه نزلت برضه معاها. نزلت معاها. طيب بالنسبه بقى للوراك هنا سعرها بيوصل لكام؟ الوراك النهارده ب 110. 110. كانت بكام سعرها قبل كده؟ 25 و130. نزلت بشكل ملحوظ اكتر حاجه؟ والله لحد امبارح اول امبارح الكلام ده كان 130 و125. جميل. ايه اكتر حاجه عليها اقبال بقى؟ هل الصدور ولا الوراك ولا الاجنحه؟ لا الوراك والاجنحه. الوراك والاجنحه. ما فيش كبد وانس عندك؟ دي اول حاجه بتخلص. طب الكيلو بكام منها النهارده؟ سعرها زي سعر الوراك. 110. طب بالنسبه للبانيه بقى، في ناس بقى انت قلت لي ان في ناس بتغش في الفراخ. ازاي؟ وريني كده بتقطع البانيه ازاي، التقطيعه ازاي؟ يعني ستات البيوت في ناس بتجيب الفراخ عندها وتبقى ايه تقطعها هي البانيه بتاعها، فانت عشان الست تقطعها تكون رفيعه تعمل ايه؟ احنا اول حاجه بننضف اصلا ايه الصدور، في غيرنا ما بينزلش الصدور ايه ما بينضفش. تمام. هي حتيجي على الميزان على الطول، بعد كده ايه يقطع لك ايه الصدر. ايوه. ده فرق تاني، يعني مثلا فرق 20 30 جنيه عشان خاطر ال 100 جرام من دوت، 100 جرام في 230 جنيه ب 23 جنيه. ايوه. 100 جرام. فانت بتنضفها؟ انا بنضفها قبل الميزان. جميل. وفي ناس بتنقعها في ميه؟ في ناس بتحطها في ميه بقى ويلعبوا في الميزان، دول الله اعلم بيهم يعني. لما بيحطوها في ميه بتشرب قد ايه يعني؟ هي لو اتحطت في الميه اصلا 10 دقايق ربع ساعه فتلاقي شربت 100 جرام. 100 جرام ميه مع 100 جرام اللي بيطلع من دوت 200 جرام. 200 جرام بكام؟ ب 50 جنيه. ايوه. فانت بتقول للناس هو لو باعوا لك كمان ب 200 جنيه هقول لك كام؟ 230 جنيه. لو باعوا لك ب 200 جنيه هو كده كسبان احسن منه، ما عندي 50 جنيه الميه والشاورما. يعني في ناس بتبيع الفراخ رخيصه بس بتغش فيها. الله اعلم. ايه مش كل الناس يعني عشان ما يلزمش حد. ايوه. طب الزبون بقى يعرف منين ان الفراخ دي مش مغشوشه او حاجه مجرد ما يشوفها كده؟ اول حاجه تلاقي حاجه قدامك حمراء مش بيضاء. طب وانت بتقطعيها ورينا بقى كده وانت بتقطعيها فاهمه؟ ولا ميه من جوه ايه ناشفه قدامك وحمراء ايه؟ الحمد. ولا فيها لمعه ميه ولا اي حاجه. ايوه. لو بيضه تلاقيها بيضه قوي فاهمه، وتلاقي ايه متبهدله كده من الميه وايه متاكله من الميه شويه. جميل. طيب بالنسبه بقى للفراخ، في ناس تقول لك الفراخ احنا مهما نغسلها بتكون زفره، ايه السبب بقى؟ بيكون البايع نفسه مش غسلها حلو، ولا هم الستات مش بيعرفوا يغسلوها في البيت؟ هي الفراخ فيها كذا نوع مش نوع واحد بس. كذا نوع؟ فيها كذا نوع. ايه انواع الفراخ؟ فراخ سارده وفراخ شامه فراخ نمره واحد كده. يعني ايه الفراخ السارده والشامه والحاجات دي؟ الفراخ السارده المزارع اصلا بيطلعها وهي حجمها صغير، يعني ما بتجراش اصلا عن كده. ايوه. عمرها مثلا ايه 45 يوم هتلاقي فراخ حجمها صغير، كيلو ولا ربع كيلو، دي بتلاقوها فرق سعر. ايوه. تلاقوها ازاي بيبيعوها ايه بالقفص على طول، بالميزان على طول ايه بسعر قليل قوي. سعر ده جمله النهارده جمله ب 300 جنيه. اما اللي هو مثلا هيبيعوا لك هيبيعوا لك بكام؟ 80 جنيه 75 جنيه جنيه. طب الفراخ دي اللي انت بتبيعها دي نوعها ايه؟ دي بيضة. ماشي يعني نوعها ايه؟ انت قلت انواع كتير. إيه؟ ورينا. شكلها عامل ازاي كده ومواصفاتها ايه؟ تجراها كلها. ايوه. مفيش حد اصلا بيحط فراخ في النمليه زي كده فيها صدور. امال بيحاول الصبح على طول.
ليه بقى؟ انا عشان خاطر معوز زبون بتاعي عشان اللي هو الفطر كده مليان لحم كده، الفطر بتاعها مليان والسرير بتاعها مليان لحم، بيبقى باين كده عليها وهي صاحيه. هي صاحيه قدامك اهي. اه شوف كمان الحجر بتاعها ما شاء الله. امال ليه بقى مش بتجيب بط وحمام والانواع الثانيه دي؟ والله اللي من بلاها اصلا مش شغال فراخ بدل بالعافيه. ابينك؟ اه شغال فراخ بدل بالعافيه. طيب قول لي بقى يعني رؤيتك للسوق الفتره الجايه ايه؟ انت متوقع، انت قلت لي كل يوم بتنزل 2 جنيه. ثلاث ايام والله الحمد لله بدات تنزل شويه، فاحنا اتفاق خير ان شاء الله وتنزل اكتر من كده. اتفاق خير؟ اه يعني النهارده ب 105؟ النهارده ب 105 والبني ب 230. 230 فمتوقع ان الفتره الجايه ان شاء الله يعني يحصل حركه استرخاء. ان شاء الله تنزل شويه خضار بعدك العيد والناس يعني على خير اللي من دول. اه يعني اصل معروف ان العيد ما بيقرب الفراخ سعرها بيزيد. بيزيد بس احنا متوقعين دلوقتي ايه؟ عمليه تنزل دلوقتي ايه؟ فاحنا ممكن كمان 3 4 ايام ده ممكن نتوقعها برضه ترفع التاني اغلى من الاول. ايوه. جميل، بشكر حضرتك. وبكده نكون وصلنا لختام اللايف بتاعنا، اشكركم على حسن المتابعه، كانت معكم نوال مجاهد والى اللقاء.